يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قصص الصادقين. كانت السنة العاشرة للهجرة، وقد انقضى من عمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 63 سنة. في تلك السنة حيث اقترب موسم الحج، فأعد النبي نفسه للذهاب إلى مكة المكرمة ويزور بيت الله مرة أخرى، حيث الكعبة التي طهرها الرسول الأعظم من كل الأصنام، وأصبح أكثر أهلها من المسلمين. حينما وصل خبر سفر النبي إلى باقي المسلمين، فرحوا كثيراً وأعلنوا رغبتهم بالسفر معه إلى الحج، فانطلقت قافلة عظيمة من المسلمين باتجاه مكة حتى وصلوا إليها، وأدى النبي والمسلمون فريضة الحج. ثم استعد الرسول الكريم للعودة إلى المدينة المنورة، فتحرك النبي باتجاه المدينة ومعه الأعداد الكبيرة من المسلمين. وفي وسط الطريق وصلوا إلى مكان فيه بركة ماء وأشجار، فتوقف النبي للاستراحة، وكانت المنطقة تسمى غدير خم. وفي تلك الأثناء نزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وقال له: جئتك لأبلغك رسالة جديدة من الله. فسأله النبي عن هذه الرسالة وماذا يجب عليه أن يعمل، فقال جبرائيل: يا محمد، لقد حققت الهدف من نبوتك على أفضل وجه، وواجبك اليوم أن تكمل نبوتك ورسالتك ودين الإسلام كله. ثم أبلغ جبرائيل الأمين النداء الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأطاع النبي أمر الله وأوصى كافة المسلمين الذين أرادوا الذهاب إلى مناطقهم بالعودة إليه مرة أخرى، ثم أمرهم أن يصنعوا له مكاناً مرتفعاً ليصعد عليه. وحينما هيأ له المسلمون هذا المكان واجتمعوا كلهم حوله، وكان عددهم أكثر من 100,000، صعد النبي على المكان المرتفع وقال بصوت عال: أيها الناس، لقد نزل علي الأمين جبرائيل وأبلغني أمرا مهما جدا من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن أوصله إليكم.
أما المسلمون الذين استمعوا إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله بكل دقة واهتمام، فقد سألوا النبي عن حقيقة هذا الأمر الإلهي، فقال لهم النبي: لقد أمرني ربي أن أقول لكم بأن علي بن أبي طالب هو أخي، وهو الإمام من بعدي عليكم. ثم رفع رسول الله بيد علي بعد أن أوقفه على ذلك المكان المرتفع، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. واعلموا أيها المسلمون أنني قد عملت بأمر الله وقد أكملت لكم دينكم. من كنت مولاه فهذا علي. من كنت مولاه فعلي مولاه. فبارك الجميع لعلي وهنأوه، ولكن بعض الأشخاص الحاسدين باركوا له أيضا دون أن يعترفوا له بالإمامة في الحقيقة أو يحبوه. ثم إن المسلمين عادوا إلى مناطقهم وبيوتهم بعد هذه الحادثة، ونشروا خبر إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. علي يا أبا القوم الغالي، علي يا أبا أول تالي، علي. وكانوا يقولون لكل من يسألهم عن عمل النبي في غدير خم: لقد قال النبي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.